بسم الله. أسهل طريقة الواحد يحمل تراجم أي فيلم هو عايزه في برنامج اسمه ميديا بلاير اللي هو MBC سارتا HSC.org. ده برنامج أوبن سورس ومجاني، مفهوش أمجد خالص في التحميل. لما بحمله عايز أي ترجمة بقول له فايل سبتايتل داتابيسز، أقول له إيه داونلود، هو يبدأ يدور في التراجم اللي عنده تمام، وبيقول لي الحاجات الترجمة هي تدي اللغة العربيك، في ألماني، في فرنسي، بعد كده الفورمات اللي موجود، فأنا بختار الترجمة اللي أنا عايزها. أقول لكم مثلا ديت لأنها بالعربي، وأقول له داونلود أندوبي، فهو بيروح محمل الملف وبيبقى موجود معايا في قلب الفيديو، أقدر أتفرج عليه في أي وقت. طبعا مياخدش وقت لأن هو ملف تكست مساحته صغيرة. دلوقتي بعد ما بتحمل ممكن اقوله في اي وقت فايل سيف سبتايتل، واروح احفظ الترجمه في نفس الفولدر، بحيث مثلا لو انا عايز اشوف اي وقت على طول ابدا ان انا اتفرج عليه.